بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 7/6/2015 حيث قامت إحدى المروحيات بإسقاط برميلين متفجرين على مدينة اللطانة خلال ساعات الليلة الماضية. طبعا أحد البراميل سقط في هذا المكان وأحدث هذا الدمار. واضح أثار الدمار من جراء سقوط برميل متفجر في هذا المكان. طبعا برميلين متفجرين ولكن في هذا المكان برميل واحد أحدث هذا الدمار في مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي 7/6/2015.